هنروح دلوقتي للعبة الحريفة. هنعرض قدام حضرتك صور لشخصيات وتعلق لنا عليها سريعا. اشوف هنا على الشاشة اول صورة كابتن محمود الخطيب بيبو. مثل اعلى بس علق براحتك يا كابتن مش سريع يعني. أو اللي فاتت كان سريع تمام دي مش براحتنا يعني. هو بالنسبه لي مثل اعلى في الاخلاق وفي الاداره وفي حاجات كتير قوي الواحد بيتعلمها. والميزه ان هو الحمد لله رب العالمين زي ما بيقولوا كده مركز في النادي يعني بيشتغل للنادي مش بيشتغل عشان النادي الاهلي يعني عشان بس تتفهم صح. في ناس بتشتغل ضد في النادي الاهلي ضد النادي الاهلي هو بيشتغل للنادي الاهلي فكل ما بيعمل انجاز او بيعمل حاجه تمام الناس الثانيه بتهاجمه اكتر. هو طب ما تحاولوا تشتغلوا زي ما هو بيشتغل للنادي بتاعكم حاولوا تعملوا حاجه بالمنظر ده. اغلب الناس كده يعني زي ما بيقولوا مش مركزين في ورقتهم مركزين في الورقه الثانيه. والله لو ركزت في ورقتك هتعرف تعمل حاجه بس ركزوا في ورقتكم. نشوف الصوره معانا الثانيه. ربنا يبارك له الصحه والعافيه يا رب. يا رب. الصوره الثانيه معانا معتز عاشور رئيس اتحاد تنس طاولة عندنا. تعليقك بقى يعني توجه له كلمه تقول له حاجه. ربنا يكرمك. متضايق من حاجه يا كابتن؟ حقيقي انا متضايق. طب نقول فرصه نصلح ال يعني بشوف يا كابتن اقول لحضرتك على حاجه. انا بشوف انه ذكر السلبيات هو مش انتقاد هو محاوله لتصحيح ايا كان المسار اللي احنا بنتكلم فيه. اللي بيسمع دي حاجه حلوه. يعني لو في فيك عيب وانا بقوله لك وبتسمعي وبتتجاوبي معايا دي حاجه حلوه. انما لو ما بتسمعهوش تمام وبتنتقدين عشان بس بقول حاجه انا شايفها وجهه نظري ابقى انا غلطان ده موضوع تاني بقى. تمام. الصورة اللي بعدها ده كابتن مجد عاشور ده مدربي اخو كابتن معتز عاشور. ايوه طبعا قضيت معاه سنين وايام كانت الحمد لله كان فيها ماتشات كتير وكسبت وعملت نتائج كويسه وهو كان موجود وكان بيساعدني في وقتها وربنا يكرمه ويديله الصحه يا رب. الصوره اللي معانا عمر عصر اخويا الصغير وبطلنا الكبير وان شاء الله ربنا يديله. هو من اكتر اللعيبه يعني انا كان زمان يتقال عليا ان لعيب مجتهد والكلام ده. عمر اكتر مني بكتير فعلا جدا يعني من الناس يمكن الزياده عنه شويه انا جوده بس عمر ما شاء الله تبارك الله يعني عزيمه من حديد في التمرين وفي التركيز وهو اللي اشتغل على نفسه يعني زي ما قلت من شويه مثلا كان دكتور علاء مشرف وعيله دكتور علاء مشرف كانوا يعني كان هم اللي بيسبورت لينا قوي وكانوا برضو بيسبورت عمر كتير. وهنا جوده مامتها وباباها اشتغلوا عليها قوي. عمر كان لوحده مع ان ابوه الله يرحمه كان مدرب وبتاع بس هو كان عمر دماغه هو عارف وعايز ايه سولو يعني مركز لوحده عارف هو رايح فين. طيب الصوره الجايه هي لمحمد البيلي حبيبي بيبو هو اسمه الدلع عندنا بيبو من اكتر اللعيبه الموهوبه عندنا في مصر والمحترمه بصراحه. محترم جدا جدا وهادي كده ومرتب وحياته مترتبه. هادي زيك انتوا صحاب. ايوه انت التون ده صحاب قوي يعني. احكي لنا عن علاقتكم ببعض على فكره. انت لو كابتن محمد لو قعدتي معايا نفس نبره الصوت. لا جميل هو بيبو ده بيبو ده رهيب بس يعني لينا مع بعض سنين. اقول لحضرتك كان قاعد معايا في شقه المغتربين كنت انا وهو معاه كان هو قد كده قعدت سنه كامله ما اسمعش صوته. والله ما اعرفش ان هو اصلا بيتكلم وبيهزر وبتاع لحد ما كان معانا برضو لعيب دلوقتي في امريكا اسمه محمود زغلول. ابن كابتن عز زغلول جاء الشقه قعد معانا. انا كنت بره جيت الشقه لقيت الشقه مقلوبه ومهرجان يا بيل انت بتتكلم زينا. بعد سنه جميل هو محمد ربنا يكرمه. هو في اسبانيا وراجع بكره. موقف على كابتن محمد مثلا حاجه معينه وانتوا قاعدين مع بعض؟ لا هو مش موقف هو في اي نقاش بدخله انا وهو انا ببقى بقطع شراييني. يا في الموضوع منتهي هو حياته مترتبه بالترتيبه اللي جوه دماغه. محدش اي حد هيجي كده هيخبط دماغه. موتوا نفسكم يا جماعه. لا رهيب الكابتن بيو ده جميل. الصوره بقى الاخيره معانا هتكون دينا مشرف. دينا مشرف
حطت تنس طاولة في حتة ثانية خالص. تمام. ويمكن من الناس اللي أثرت في تنس طاولة كويس قوي عندنا. ويمكن هي تأثيرها في تنس طاولة كان عامل تأثير يعني، خلت بقى فيه هنا جودة، ان هنا شافتها انها تقدر تكسب وبتاع، كانت الخطوة ودي على الاقل يعني وجهة نظر انا، ان انت يبقى في حد يعني موريك الطريق اللي تمشي عليه فرقت. لان احنا قبل هنا جودة كان عندنا ابطال عرب وابطال افريقيا بس، ما فيش حد بينافس في العالميه. ف سوري، قبل دينا مش كان كل الابطال الموجودين قبل كده ما له يعني، ما شاء الله كان عندنا تاريخ كبير، بس دايما كانوا عرب وافريقيا، نكسب بطوله العرب ونكسب بطوله افريقيا والدنيا تمام. ونقف لحد هنا. وحتى بطوله افريقيا مش ما كانش كتير. تمام. عشان نيجيريا كان مناسب منافس شرس يعني. فدينا هي اول بنت حطت تنس طاوله بتاعه السيدات شويه قدام شويه حلوين. تمام. وبعديها بقى جت هنا وجا الناشئين اللي عندنا، كان عندنا ناشئين كويسين جدا يعني. بالظبط. كابتن، شايف اهتمامنا بالالعاب الاخرى بقى عامل ازاي؟ كتير يعني، فرق كتير قوي من 10 سنين لدلوقتي او صح. من 20 سنه لدلوقتي. من 20 سنه ما كانش حد يعرف حد تقريبا في الالعاب، حتى كان ساعتها بيقولوا العاب شهيده. دلوقتي عندنا مثلا في النادي الاهلي اغلب اللعيبه معروفين هما مين. تمام. ويعني اللي هم مثلا زي يعني بلاش زي انا مثلا كباتن الفرق الثانيه بقوا معروفين سواء اولاد او سيدات. السوشيال ميديا عامل رواج جامد قوي لاسمائنا على الاقل، حتى لو الناس مش عارفه الشكل بس عارفين الاسماء كويس قوي. الموضوع بقى يعني بقى احسن كتير عن زمان. برضو زمان احنا كان التلفزيون كان اولى وثانيه، والموضوع انا قديم انا من ايام ما كان فعلا اسمها الرياضات الشهيده. كابتن، اخر حاجه عايز اسال حضرتك عليها، خططك في اللي جاي، بتتمنى ايه في اللي جاي ان شاء الله؟ والله اتمنى الستر من ربنا سبحانه وتعالى، وربنا يكرمنا يعني سواء على الصعيد الشخصي والعائلي باهلي ويعني ومراتي وعمتي وعمي وابويا والعيله دي كلها كده، رب واخواتي طبعا ربنا يبارك فيهم ويديهم الصحه، واهلي بقى النادي الاهلي. اي خطوه بخطيها ببقى نفسي فعلا يعني، انا يمكن الفتره الاخرانيه عرفت يعني ايه دموع الفرح. وانا صغير شويه كان قلبي جامد. يعني لما بكسب ببقى كده، ساعات لما الواحد يتحط تحت ضغط كتير قوي غصب عني بقت عينيا بتدمع في كام بطوله الاخرانيه. فاتمنى ان انا ادمع بقى، بس دمعه فرح مش دمعه حزن. ان شاء الله في اللي جاي باذن الله ربنا يكرمنا على المستوى الشخصي وعلى المستوى الرياضي مع النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله.